استبيان صحيفة الثورة هو نتاج جهد عمل لفريق متكامل سواء كان بمحافظة دمشق أو بمحافظات تانية. طبعا تم توزيع استمارات 5000 استمارة على صعيد محافظة دمشق وريفة و2800 استمارة بمحافظات تانية سواء كانت محافظة حمص حما حلب اللاذقية طرطوس بالسويدة لرصد آراء مختلف آراء الناس من مختلف المستويات والشرائح الاجتماعية سواء كانت المثقفة والغير المثقفة من طلاب جامعات ومهندسين ومحامين وتجار وأصحاب المهن الحرة بالإضافة للباعة المتجولين. ونحن كفريق عمل دمشق جلنا بالعديد من الأماكن سواء كانت الجامعات الموجودة بالمزة أو الجامعات الموجودة بالبرامكة بالإضافة لأسواق دمشق القديمة وباب توما بالإضافة للميسات والجسر الأبيض والعديد من الأماكن. هلا المرتبة الأولى كانت قناة سوريا دراما، بالمرتبة الثانية طبعا الإخبارية، المرتبة الثالثة الفضائية السورية. البرامج ضمن الاستبيان كان في برامج سياسية واجتماعية وترفيهية. طبعا نسبة الإجابة على الاستبيانات كانت عالية وفي ناس كتير يعني الورقة تاخذ معهم تقريبا شي ربع ساعة لأنه بيسألوا مجموعة من الأسئلة حتى نحن نقدر إنه نجاوب عليها بكل تفاصيلها. الاستبيان كان جهد مضاعف فيه لأنه استغرق تقريبا حوالي 3 شهور لأنه نسبة الاستبيانات كانت كتير عالية كأوراق توزيع يعني جهد كتير بذلناه مضاعف وبفترة كتير عصيبة. طبعا كانت نسبة الأخبار السياسية كانت نسبة متابعة ومشاهدة عالية بالنسبة للناس خصوصا ضمن الظرف اللي احنا عايشين فيه حاليا.